إذن للحديث أكثر عن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان والدعوة إلى إضراب عام الأسبوع القادم، ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت رئيس تحرير صحيفة لبنان عربي الإلكترونية مصطفى العويك. أهلا بك معنا أستاذ مصطفى. أهلا بكم. أهلا بك أستاذ مصطفى. دعوات لإضراب عام يوم 13 من كانون الثاني الجاري على خلفية زيادة أسعار المحروقات، بداية ما الذي أوصل الأمور إلى الدعوة للإضراب؟ يا سيدي، نعم، هذه الدعوة يعني أتت بعد نقاشات وأخذ ورد ما بين نقابة بائعي النفط في لبنان وبين الشركات وبين مصرف لبنان بشكل أساسي، على اعتبار أن مصرف لبنان هو المعني باستيراد النفط لتأمين الدولار العملة الخضراء لتأمين مبالغ ثمن النفط التي تستورده الشركات. ولكن بعد أن تدهورت العملة اللبنانية وبات الدولار الواحد يساوي أكثر من 30,000 ليرة لبنانية، وجد مصرف لبنان نفسه في أزمة كبيرة. لم يعد بإمكانه أن يؤمن الدولار لا من الاحتياط الذي لديه ولا من السوق إلا بسعر على السعر 30,000، بينما السعر الذي يعتمده مصرف لبنان في معاملاته الرسمية هو 1500 ليرة لبنانية، وفي البنوك هو 8,000 ليرة لبنانية. بالتالي هناك فجوة كبيرة ما بين السعر الذي يتداول به مصرف لبنان وبين سعر السوق السوداء. لذلك أصبحت أسعار المواد النفطية كالبنزين والمازوت والغاز في لبنان يعني وصلت إلى أرقام قياسية نسبة إلى الليرة اللبنانية، بمعنى أن تنكة البنزين الواحدة أصبحت أكثر من 350,000 ليرة لبنانية، والحد الأدنى للأجور في لبنان لا يتجاوز 875,000 ليرة لبنانية، بمعنى أن حتى موظف الدولة اللبنانية لا يمكنه أن يصل إلى مؤسسته إلى عمله ليقوم بخدمة الناس والقيام بواجباته المهنية، طالما أن وسيلة النقل العام غير متوفرة وليس هناك من وسيلة نقل إلا إما سيارته الخاصة أو عبر السيرفيس، وسيكلفه كثيرا. نعم السيد مصطفى، ما هو المعول من هذا الإضراب، ويعني إلى أي مدى سوف يساهم في إجبار الحكومة على اتخاذ لربما إجراءات تساهم في خفض الأسعار؟ يا صديقي، أنا برأيي أن الأزمة الاقتصادية في لبنان هي في الأساس هي أزمة سياسية، وبالتالي الحل يكون في السياسة وليس في الاقتصاد، بمعنى أنه عندما يصار إلى نوع من التوافق ما بين القوى المؤلفة لهذه الحكومة وبين القوى السياسية المختلفة على العناوين الكبرى الأساسية التي يعني يتصدرها موضوع حزب الله وموضوع العلاقة مع الخليج والسعودية والعالم العربي بشكل عام، تبدأ الأمور تلقائيا تتخذ منحا إيجابي وتذهب مسارات الحل إلى التطبيق. أما الحكومة الحالية بالشكل الذي هي عليه فهي عاجزة عن اتخاذ أي قرار يضمن بعض حقوق المواطنين، وهي في الأصل عاجزة أيضا عن اتخاذ قرارات شعبية، ونحن على أبواب الانتخابات التشريعية في لبنان. فماذا يمكن لهذه الحكومة أن تفعل وهي أصلا لا تجتمع؟ يعني هذه الحكومة أكثر من 3 أشهر ولم تجتمع بفعل المشاكل السياسية والقضائية حول تفجير مرخ بيروت في أربع آب، وصلاحية القاضي العدلي هل يمكنه أن يحاسب الرؤساء أو أنه يحاسبون في محكمة خاصة يؤلفها مجلس النواب؟ وبالتالي هناك تخبط سياسي كبير في لبنان، وليس هناك للأسف من أفق لحل هذا التخبط أو لإيجاد مخارج للحلول للأزمات المفتعلة والتي تستفحل يوما بعد يوم، والتي يدفع أصلا المواطن اللبناني ثمنها من جيبه ومن لحمه ودمه. يعني بما أنك أتيت على موضوع العلاقة مع الخليج، لمصلحة من يتم يعني تصعيد التصريحات من قبل ميليشيا حزب الله نحو السعودية وتوتير العلاقات، خاصة يعني بعد حلحلة الأمور بعد استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، يلاحظ أنه هناك تصعيد للمواجهة مع السعودية، لمصلحة من؟
يعني حتما هي ليست لمصلحه الدوله اللبنانيه، وانما هي لمصلحه الحزب الذي يعمل على تحسين شروطه، او ربما يرد في السياسه ما قد خسره في الميدان في موضوع الملف اليمني. وانا انا استغرب ان وزير خارجيه ايران بالامس شدد على اهميه العلاقه مع السعوديه، وقال بان القنصل الايراني سيعود الى جده وهو المعني بمجلس التعاون الاسلامي، وان الامور تسير الى الامام نحو بما يخص الحوار الايراني السعودي الذي تستضيفه بغداد. ولكن في الوقت عينه نرى حزب الله السيد حسن نصر الله في لبنان يتمادى في شتم المملكه وفي شتم الملك وفي اعتبار اللبنانيين الذين يعملون في الخليج بشكل عام رهائن. وهذه يعني نكته سمجه صراحه، لانهم هم اساس الصمود اليوم. هؤلاء هم 300 الف موظف او عامل او صاحب شركه في الخليج، هم الذين يرسلون الاموال الى اللبنانيين الذين يصمدون باهاليهم وناسهم واهلهم. وبالتالي الحزب اليوم هو يعني يطبق نظريه القبض على كل تفاصيل ومفاصل الدوله اللبنانيه، يختطف الدوله، يجعلها لديه رهينه ليحسن مكاسبه او بالاحرى مكاسب ايران في التفاوض، سواء في موضوع فيينا او في موضوع العلاقه مع السعوديه او حتى في موضوع الحرب الدائره في الاراضي اليمنيه. نعم، اذا وبالتالي لا مصلحه اطلاقا لا للبنان ولا للحكومه اللبنانيه في اي تصعيد، في الوقت الذي نحن اشد ما نكون في حاجه اليه لاي علاقه او لاي تواصل ايجابي مع اي دوله اجنبيه وعربيه وغير عربيه. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا. وصلت لها الفضل الكبير على الإسلام. وصلت الفكره، شكرا جزيلا لك، واعتذر بطبيعه الحال عن المقاطعه، ولكن من اجل مفاد الوقت كنت ضيفنا عبر الهاتف من بيروت رئيس تحرير صحيفه لبنان عربي الالكترونيه مصطفى العويك.